فير بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي في اخر جزء من حصتنا اليوم، باش نحكي على لاعبنا التونسي عصام جبيل المتألق منذ سنوات تقريبا في البطولات الاوروبيه، خاصه مع فريق اودينسي الموسم هذا في الدنمارك. عصام جدد عقده تقريبا يوم امس كما اعلن ناديه اودينسي حتى 2024. لكن قبل لما نمشيو لعصام نذكركم نتائج المقابلات الى حد الان: 63 دقيقه لعب، تقدم النجم قدام السيابي 4-0، اهداف مزياني اللاعب الجزائري، كذلك دوبليل ايمن الصفاقسي وهدف لياسين العامري من بينالتي، في حين التعادل السلبي في نفس التوقيت بين السي اس اس واليو اس مو دون اهداف. دونك نمشيو لعصام جبيل مباشره معنا من الدنمارك. عصام اهلا بيك. مرحبا خويا اسلام ومرحبا بكل مستمعي فار بلاي. شنو احوالك خويا، شنو الامور؟ والله الحمد لله الحمد لله، الامور باهيه برشا كما قلت، امضيت عقد جديد دونك الحمد لله. دونك عصام عقد جديد حتى 2024، عقدك انت يوفى في 2022، ظهر لي قبل بعام الفريق نتاعك يجدد العقد معك، ظهر لي ثقه كبيره من الفريق هذا في عصام جبيلي، وانت ايضا متالق في بطوله الدنمارك، 6 اهداف تقريبا الموسم هذا مع ترواز اسيست، حاجه باهيه لعصام جبيلي، الكونتينيوتي معناها ديما ثم اداء وروندمون منك انت، معناها مش كي تصادف موسم والا فتره تطلع وتهبط. صحيح الحمد لله، وقبل كل شيء ما واحد قاعد يقدر في مردود باهي كما قلت، من حاول ديما نوري الوجه الطيب من اول نهار جيت فيه للجمعيه هذه، معناها قاعد نقدر في مردود باهي ديما ديسبليني، نقولوا احنا صحيح ثقه من الفريق انه تعرف ملاعبي في 29 سنه، يكون عندك مازال عام في الكونترا ويزيدوك عامين، معناها يوريك اللي هم عندهم فيك ثقه. بالنسبه لي انا كما قلت قبل فرحان برشا اني نلعب في البطوله الدنماركيه اللي هي بطوله باهيه برشا، وزيد فريق اودينسي هذا فريق باهي قاعد معناه عنده دي زوبجيكتيف قاعد يخزر البعيد. انا فرحان بالمعنى البروجي سبورتيف، وميم طون كما قلت قبل تعرف العيشه في الدنمارك حاجه باهيه برشا. عصام عكس اغلب الملاعبيه في تونس اليوم يمشيوا للخليج، انت ظهر لي في سياد قبل ولا توا في الدنمارك شديت سنينك حبيت تلعب في الاوروب، شو منك انت رغم اللي عملت تجربه مع الوحده في السعوديه لكن ما بطلتش برشا، رجعت ظهر لي لقيت راحتك اكثر في اوروب. بيان سور انا من تعرف الناس كل كيف معناها من قبل كنت نعرف الناس من الساحلي، حبيت ديما كان عندي الاوبجيكتيف اني نلعب في اوروبا. قسمي زيت في اسكندناف بحكم عائلتي وبحكم زوجتي وكل شيء، نحس روحي مرتاح برشا. صحيح معناها البطولات الخليجيه معناها ماديا بطولات ممتازه برشا، تبقى اذا كرويا نحس روحي مرتاح هوني، وميم طون كيما قلت انا العيشه مرتاح، وميم طون صغاري معناها نقولوا احنا في يقراوا على رواحهم وكل شيء، دونك شوا سبورتيف وميم طون شوا زاده فاميليال اكثر منه. يعني تعرف خويا اسلام تو باش تعيش في الخليج صعيب معناها باش تعيش مع عائلتك كل شيء، مي الحاجه انا قريب برشا معناها من صغاري ومن فاميلتي، دونك حبيت اني نكون برشا نكون في اسكندنافيا. المرحله الاولى ظهر لي وفات انتم عندكم بطوله في الدنمارك تلعب بلاي اوف وبلاي اوت، ظهر لي باش تلعب البلاي اوت في الايام الجايه، والفريق نتاعك في وضعيه مريحه بارابول بقيه الفرق هكا ولا؟ صحيح احنا عندنا بلاي اوف وبلاي اوت، احنا جمعيتي توا في يعني في وضعيه مريحه بالنسبه لنا، احنا عندنا اوبجيكتيف انه تعرف لهوني كي تلعب سيتيام بلاس والكاتريام بلاس يلعبوا على الاوروبا ليج، دونك ذاك الاوبجيكتيف نتاع ليكيب نتاعي. عارف اللي كنا خسرنا الماتش الاخراني اللي كنا نجموا نمشيو به الاوروبا ليج، ان شاء الله السنه نحققوا بالنسبه لنا احنا حلم، وبالنسبه لاي لاعب حلم كبير انه يلعب في الاوروبا ليج ولا تشامبيونز ليج. نشوف اللي الفريق نتاعنا عندنا الامكانيات الكل اللي نجم نحققوا يعني الاوبجيكتيف هذا. معناها اذا كان تكملوا سيت ايام في الشامبيونات تلعبوا اوروبا ليج عصام؟ اذا نكملوا سيت ايام نلعبوا ماتش باراج مع الكاتريان. واضح. ماذا بهم ديما يخليوا فما جو في الشامبيونات وكل شيء، دونك عليك الشامبيونات نتاعهم قويه برشا، خاطر كما قلت قبل عندهم 12 ايكيب، دونك النيفو متقارب برشا ما بين الاولى والعاشره، ما تلقاش معناها الديفيرنس ماهيش كبيره. وتو انتم ظهر لي سيت ايام مع زوج فرق اخرين. انا سيت ايام مع زوج فرق بريسك ولا ثلاثه فرق فرد. زوج فرق وانتم الثالثين. البطوله كاسحه شوي. بالتوفيق ان شاء الله عصام، رغم هذا ظهر لي ديما بوان انتروغاسيون المنتخب، رغم اللي عندنا قله في المهاجمين في المنتخب في الفتره الاخرى، تقريبا اغلب المهاجمين ما همش في فورم، كالعاده نقطه استفهام غيابك على المنتخب.
والله يمكن بتاتر كما قلت انت، ما انا ما احب معناه الموضوع هذا بالنسبه لي. انا فكرته كما قلت ديما واحد شرف كبير انا نلتحق بالمنتخب، ويمكن قبل انا غلطت وتكلمت وتصريحات بتاتر هم اللي خلوني بعدوني على ليكيب ناسيونال. مي دانيير موس معناه كما الناس كل سمعت الانترونور، سمعت اي معناه الجامعه قالوا لي الباب مفتوح للناس الكل. بالنسبه لي انا ما عملت حتى معناه نقولوا احنا ما عملتش غلطه كبيره، ما تكلمتش في حق اصحابي ولا في حق فرد ولا حاجه. رغم اللي حتى كي تكلمت ما قلت شيء انت عصام، معناه ما قلتش حاجه جراف. انا الناس كل تعرفني اللي انا ديما نقولوا احنا قلبي ابيض وما عندي معناه قاعد نخدم على روحي، قاعد ماذا بيا ومنيتي معناه واحد شرف انه يلتحق بالمنتخب، قاعد نخدم ان شاء الله اذا كان جات الفرصه. الباب ديما مفتوح للمنتخب، وكما قلت انا يمكن حتى تصريحاتي تفهمت بالغلط. بالنسبه لي انا عمري ما كنت نقصد باسم سيل اي شخص، لا من الجامعه ولا من يعني من ناخب ولا اي انسان. نتمنى الناس، نتمنى التوفيق للمنتخب، الناس معنا يجوارس اصحابي يلعبنا مع بعضنا مليح من الصغار. وزيد كما قلت مانيش غريب على المنتخب، العب معنا خلصنا في الشباب الكل، انا لهم التوفيق. واذا كان نستحق ان شاء الله نكون في الليكيب ناسيونال، قاعد نخدم على روحي. وبالنسبه لي انا الاوبجيكتيف هيك قاعد حاطه قدامي، ان شاء الله اذا كان في المستقبل عندي بلاصه نستحق نكون في المنتخب ان شاء الله تجيني فرصه كما الكل. ان شاء الله يعطيك الصحه، شكرا لك على دخلك معنا عيسى. وشكرا اسلام خويا، يعطيك الصحه وبالتوفيق ليك سواء في الدنمارك مع فريقك والا ان شاء الله لما لا في الايام القادمه نشوفوك مع المنتخب الوطني التونسي. ويقع حتى ما بين قوسين خلاف لو ما فماش حاجه جراف بينك وبين المنتخب عصام اجبالي. هكا نكملوا في البلاي اليوم، شكرا على يا باشا في الاخراج، شكرا ايضا الناصر الساكري في الاخراج الرقمي اجمل تحت.